كابتن أمين الشرميتي واحد من نجوم كرة القدم التونسية، على فكرة 32 سنة. كابتن أمين بدأ مبكرا جدا جدا مع كرة القدم، عنده سيرة ذاتية كبيرة جدا ومحترمة، واحد من نجوم النجم الساحلي من 2005 ل 2006 كان في شبيبة الرياضية القيروانية التونسي، من 6 ل 8 2006 2008 النجم الساحلي التونسي، هيرتا برلين من 2008 ل 2010، هيرتا برلين الالماني اكيد، من 2009 ل 2010 على سبيل الاعاره كان في الاتحاد السعودي، ومن 2010 ل 2015 في زيورخ السويسري، ومن بعديها جازليك اجاسيو الفرنسي من 2015 ل 16، ومن 16 ل 17 العربي الكويتي، ومن 17 ل 19 عاد مره اخرى الى النجم الساحلي، و تجربة احترافية أيضا في السعودية، وأخيرا هو الآن في مومباي سيتي الهندي من 2019. تاريخه ومسيرته مع الأندية، لعب 329 مباراة، سجل 94 هدف وصنع 36 هدف، ومسيرته مع المنتخب التونسي حافلة، رجل لعب مع المنتخب التونسي حتى الآن 39 مباراة، سجل في 6 وصنع في 4 لقاءات، وله من البطولات مع النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا 2007 على حساب النادي الأهلي، تعادل ذهابا في تونس وفاز النجم على الأهلي 3-1، وسجل الشرميتي في الهدف الثاني. أيضا له من البطولات مع النجم السوبر الإفريقي في 2008 والدوري التونسي في 2007، ومع زيورخ أيضا سجل أو أحرز الكاس، كاس سويسرا في 2014 ومرة أخرى في 2016. خلونا نرحب بالكابتن أمين الشرميتي. كابتن أمين أهلا وسهلا بيك، ومساء الفل، وسعداء جدا بوجودك معانا، واحد من النجوم اللي بنقدرهم ونعتز بيهم جدا. حبيبي كابتن إبراهيم، شكرا على الاستضافة، شرف لي أن أكون ضيف عندكم اليوم على الشاشة المصرية، وإن شاء الله يكون خفيف الظل، يكون حوار شيق لقدم الإضافة للمشاهدين إن شاء الله. جدا جدا، خليني أسألك في البداية، ما سر الجولة الاحترافية الأخيرة في الهند؟ جات منين؟ والدوري الهندي شايفه إزاي من وجهة نظرك وأنت خضت تجارب احترافية كثيرة جدا؟ والله خليني أقول لك، أول شيء ممكن التجربة كانت غريبة من الأول، لما تم يعني المدرب جورجي كوستا هو مدرب برتغالي عنده تجارب كبيره، خاصه انه فايز بالكاس الاوروبيه الشامبيونز ليج، وفايز بدوري اوروبا لما كان منضم لفريق السبورتي. اتصل بي مباشره وعرض علي اني اذهب بالفريق معاه، كان يدور يعني على خصال لاعب ممكن شايفهم كائن تجريبي. من اول كنت متخوف اني التحق يعني بالدوري الهندي، خاصه انه اول شيء كبعد يعني بعيد كثير على تونس وعلى العائله، ثاني شيء انه يعني ما عندنا احنا يعني صوره ولا ما نتابع الدوري الهندي. ارسل لي يعني بعض المعلومات، شفت اللاعبين اللي مروا بالنادي، لاعبين كبار زي جيجي فورلان وانيتا، ويعني ابسط لي الامور، خلاني اتشجع والتحق بالنادي وقت المباراه. والحقيقه يعني لما رحت انبهرت يعني بالمستوى والتنظيم والاحترافيه، وهذا يخلي انه متاكد انه الكره الاسيويه خاصه يعني زي يعني الهند قاعدين يحاولون يطورون ويعطون صوره يعني ايجابيه، يحاولون يطورون من رياضتهم الكره، حتى انه مثلا الرياضه الاولى المشهوره في الهند هي لعبه الكريكت. والحين احنا يعني حتى السنه هذه يعني جروب مانشستر سيتي اللي هو يعني كاسب نادي مانشستر سيتي اشترى نادي، ويبغون يعني ياخذوا يعني يقدمون بالنادي ياخذ يعني بعد ثاني. طيب خليني اسالك بقى، مع التجارب الاحترافيه الكثيره، تجربتك مع النجم الساحلي اعتقد تعد هي الابرز، كيف تقيمها من وجهه نظرك يا كابتن امين؟ والله هي ممكن كانت البوابه لي، خاصه انه كنت العب في نادي يعني معروف كثير، يعني نادي يطلع عديد المواهب الكرويه، والمواهب هذه
تم الانتقال نتاعها للانديه الكبار. التحقت يعني بالنجم الرجل الساحلي فريق كبير، كان اي لاعب يعني تونسي يتمنى انه ينضم للفريق هذا، ما كانتش سهله بالنسبه لي خاصه انه كانت يعني كنت صغير في السن، وكان يعني المنافسه كبيره، وكان في يعني لاعبين كبار يعني عندهم اسامي كبيره في الكره التونسيه اللي في سن 17 و 18 جاي من الصف بتاعهم في نادي كبير زي النجم الرياضي الساحلي تلعب على الالقاب، يعني مطالب انك تقدم الاضافه وانك تاكد للناس جدارتك بانك تقمص زي الفريق. والحمد لله يعني ما كانتش سهله، لكن هذا توفيق من عند الله. الانسان يعني امن القدرات واشتغل على نفسه، كان توفيق من عند الله. صحيح كابتن امين، خلينا اسالك بقى ذكرياتك مع دوري ابطال افريقيا 2007 والنهائي التاريخي امام النادي الاهلي. المباراه دي مباراه جدليه، يمكن شهدت طرد مدافع الاهلي الكابتن عماد النحاس، ولاعيبه النادي الاهلي كان ليهم مطالبات بضربات جزاء، وفي كلام لحد النهارده في مصر على الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون. طيب شفت اللقاء ده ازاي من وجهه نظرك؟ وبامانه هل الاهلي ظلم في هذا اللقاء ام لا؟ والله خليني اقول لك، احنا ممكن مباراه الذهاب اللي سويناها في تونس بنتيجه 0-0، بالنسبه لنا احنا في الفريق في الفتره هذيك ما كناش يعني مامنين انه باش نروح لمصر ونرجع بالكاس، خاصه انه نحب ولا نكره يعني فريق الاهلي في الفتره هذيك هو فريق القرن، يعني احسن نادي في افريقيا، كان متربع على عرش افريقيا، كان يضم عديد اللاعبين اللي خلوا بصمتهم في الكرة المصرية، وعندهم يعني لاعبين محترفين، عندهم يعني إمكانيات كثيرة برشا. كنا رايحين يعني احنا نعرف انه في مصر يعني صعب انك تفوز على الأهلي خاصة قدام جمهوره وعلى أرضية الملعب نتاعه. في الفترة زاد هذيك كان ممكن خليني نقول لك يعني احنا رايحين لمصر راح نأدي واجبنا، نحاول انه يعني تكون ممكن اخف الاضرار، لكن تعرف انه حقيقه الميدان حقيقه ثانيه، ممكن الضغط الكبير اللي تسلط على النادي الاهلي. أيوة. واحنا كنا يعني مرتاحين اكثر نفسانيا، خاصه انه النادي يعني ما فاز بالكاس هذه ولا ما ولا نادي تونسي فاز بالكاس هذه لمده يعني مده طويله. خلينا انه ممكن احنا يعني كنا مرتاحين نفسانيا، لعبنا الكره للكوره، حاولنا انه نعيش يعني مباراه يعني كلاعبين نحن صغار، يعني اول تجربه لنا مع الفريق الاول في النجم الرياضي الساحلي، نجد انفسنا يعني نلعب نهائي قدام 80,000 متفرج ل 100,000 متفرج قدام فريق نادي القرن، كانت فرصه للاعبين الكل انه باش تظهر امكانياتها، وكان ممكن خلينا نقول لك نتيجه غير مصدره، لكن هذيك احسن من الكوره. اللقاء ده شفته ازاي؟ انت يمكن رصدت يمكن امور كتيره جدا جدا، وتحدثت عن امكانيات وقدرات النادي الاهلي في مقابل النجم الساحلي اللي بالمناسبه هو واحد من الفرق ايضا المحترمه والفرق الكبيره. ده يخليني اسالك، اللقاء ده تحديدا هل شعرت ودي بوجهه نظر حياديه ان النادي الاهلي ظلم في هذا اللقاء تحكيميا ام لا؟ والله اقول لك اي شيء يعني صعب انك تتكلم على ظلم يعني في خاصه احنا نعرف يعني كواليس في افريقيا. ايوه في الفتره هذيك يعني النادي الاهلي ما تقدر انك يعني ما تجامل النادي الاهلي في مصر. لكن احنا كرويا انت تعرف احنا نقولوا في ممكن في تونس نقولوا اذا تبغى تفوز تسجل الهدف والحكم ما يسحب لك الهدف، يعني الهدف يكون قانوني ما يسحب لك الهدف. احنا خلينا نقول لك ممكن فتره الشك اللي هو ممكن الهدف الاول هو اللي خلانا يعني يرتبك فريق الاهلي ويدخل في داخلهم الشك. بعدين لما سجل النادي الاهلي هدف التعادل خلينا نقول لك يعني نفسيا كنت اتصور انه راح نخسر المباراه، لانه النادي الاهلي في الفتره هذيك لما سجل 1-1 هدف التعادل كان ضغط كبير. كمان الجمهور كان مساند النادي ومساند اللاعبين. واحنا يعني الحاجه الايجابيه بالنسبه لنا احنا ان متصفين الضغط في النادي الاهلي وما فقدنا اعصابنا، وكنا نجري في المباراه كما يلزم. انت تعرف يعني لازم تكون
يعني بعض الخبره وبعض الحب في الكوره اللي يخليك انك يعني احنا نقولوا تكسر الريتم في المباراه عشان ما تخلي الضغط هذا اللي يقوم به النادي الاهلي يكون ايجابي وينتج عنه يعني تسجيل اهداف. صحيح. كابتن امين خليني اقول لك نقطه مهمه، يعني انت واحد من اللعيبه اللي دايما الانديه المصريه والجمهور المصري كان بيشوفهم اللعيبه المميزين جدا في تونس، لدرجه ان احنا سمعنا تقارير صحفيه كتير انه امين الشرميتي يعني قادم او سيكون لاعبا في النادي الاهلي، او هناك مفاوضات من قبل نادي الزمالك مع امين الشرميتي. انت معانا على الهواء مباشره وبعد سنوات كبيره، قول لنا الحقيقه بقى، هل فعلا حصل مفاوضات ما بينك وما بين النادي الاهلي المصري او الزمالك؟ والله خليني اقول لك، يعني اول حاجه شرف لاي لاعب انه يتقمص فريق النادي الاهلي ولا الزمالك، وشوف يعني الحين احنا الحاجه الحلوه انه نشوف يعني علي معلول وفرجاني في الاداء اللي يقوم بيهم، يعني ينوروا اللاعبين التونسيين. صحيح. يخليهم يفتحون الابواب للاعبين اللي راح يجون بعدين ان شاء الله. بالنسبه لي انا في الفتره هذيك كان رئيس النادي يعني هو اللي بيدي زمام الامور، لكن ممكن كانت المبالغ الكبيره اللي كان يريدها يعني رئيس النادي اللي خلتني ممكن اروح اتعرف العديد من الصفقات خليني اروح لاوروبا. كان رغبتك انك تروح النادي الاهلي، او كان في بس الاول اسال السؤال صح، هل كان في مفاوضات اصلا حصلت ما بين النادي الاهلي وما بينك ولا لا؟ خليني اقول لك شيء، في امور كواليس رياضيه، بس انا يعني النادي الحين لما اروح لمصر ولا اي مصريين خاصه الزملكاويه يحبوني كثير. ايوه. يقولوا لي دائما ذكرنا ب 2007، تعرف يعني هذه يعني عادات الجماهير، يعني ما يبغون الانديه المناسبه يعني تكون في الكؤوس. بالنسبه لي انا يقعد ديما احترامي كبير للنادي الاهلي، وكان في بعض المفاوضات لكن ما تقدمت في ظروف ماديه اللي يعني طلبت من المجلس التحكيمي، بس هذا ما يعني انه دائما يقعد احترامي كبير للنادي الاهلي، وشرف كما قلت لك لاي لاعب انه يتقمص ولا يشتغل بالنادي الاهلي. صحيح. طيب خليني اروح بقى لجزئيه كمان من الجزئيات المهمه. في 2015 اتقال انك قريب برضو من الزمالك، هل حصل ولا ما حصلش؟ والله اتصلوا بي يعني بعض المسؤولين في الزمالك. اه. واحنا تعرف في الفتره هذيك يعني الحين يعني صار الدوري المصري اكثر يعني مشاهدة بالنسبة للتونسيين، خاصة انه فيه العديد من التونسيين يشوفون بالدوري المصري. صحيح. احنا بالنسبة لنا احنا كعقلية يعني تعرف احنا التوانسة يعني دائما يريدون اللاعب التونسي يروح لاوروبا عشان يقدم الاضافة، خاصة ان كان في منافسة جديدة في المنتخب، يريدون دائما انه اللاعب التونسي يروح لاوروبا. هذاك اللي خلاني دائما ابجر اني اكون في اوروبا، وانت تعرف يعني العقليه الاحترافيه في اوروبا غير على احنا يعني العرب. طيب بسالك بقى في جزئيه كمان من الجزئيات المهمه يا كابتن امين، وهي لها علاقه بادائك مع المنتخب التونسي، كيف تقيمها من وجهه نظرك؟ وهل امين الشرميتي كان لديه الكثير كان من الممكن ان يقدمه للمنتخب التونسي ولا لا؟ انت تعرف يعني اي لاعب ما يكون راضي على الاداء بتاعه 100% دائما انه يكون طموح انه يقدم ما احسن، بس تعرف انت في الكوره هذه يعني اختيارات مدرب ولا اختيارات يعني فنيه، اللاعب المحترف لازم يحترم الاختيارات هذه. وبالنسبه للمنتخب يعني يعني اي لاعب يتمنى خاصه انه يرفع الرايه الوطنيه، اي لاعب انه يكون له الشرف انه يكون في المجموعه، في الاخير دائما الانسان انه كما قلت لك يكون غير راضي في الاخر، انه يتمنى انه يقدم ما اخير، لكن في الاخير الواحد يقول الحمد لله انه كان له امتنحته الفرصه انه تقمص ازاي ويعني لعبت في البطولات الافريقيه وتظاهرات كبيره، وان شاء الله نكون دائما خلينا الانطباع الايجابي سواء على اللاعب التونسي ولا حتى على اللاعب كأمين الشرميتي. صحيح. مين افضل لاعب تونسي من وجهه نظرك في الدوري المصري، فرجاني ساسي ولا علي معلول ولا فخر الدين بن يوسف، والثلاثه بيلعبوا في الزمالك والاهلي والاسماعيلي؟ يعني كلهم بحترمهم كثير، كلهم اخواتي ولعبت معهم كثير في المنتخب ولعبت ضدهم لما كانوا في تونس، كل واحد عنده الخصال بتاعه. علي معلول لاعب يعني ما شاء الله يعني ظهير ايسر بس هداف،
وقدم اضافه كبيره ويعتبر من العناصر الاساسيين والمهمين في تشكيل النادي الاهلي. هذا ما له الا شرف الكره التركيه. بالنسبه لفرجاني السيسي ما شاء الله يعني قاعد ياكد كل موسم انه ركيزه من ركائز ودينامو فريق الزمالك، خاصه ممكن اليوم شفناه حتى الاسيست اللي مسويه والاضافه اللي قدمها في المباراه. بالنسبه لفخر الدين بن يوسف لاعب عنده سرعه وعنده امكانيات كبيره، قادر انه باش يسوي الفارق في اي لحظه وعنده حس تهديفي. ان شاء الله يرجع للفورمه نتاعه، خاصه انه يعني الاصابه اللي مر بها والفتره الصعيبه اللي مر بها خاصه في الدوري السعودي، ان شاء الله قاعد يرجع ويلقى التالق نتاعه ويؤكد يعني جدارته في البطوله المصريه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا كابتن امين انا سعيد جدا جدا بالحوار ده، وسعيد ان انا شفتك بشكل شخصي لان انا بحترمك جدا واقدرك كواحد من اللاعبين الموهوبين المميزين جدا الحقيقه في الكره العربيه والكره التنسيه. الله يخليك، هذا شرف لي. نحب نشكرك على الاستضافه، نحب نشكر كمان اخونا حامد وجدي على المجهود اللي قام به عشان نسوي حوار الشيق هذا. ان شاء الله دائما في تالق، وان شاء الله عيدكم مبارك على الشعب المصري، ان شاء الله ربي يحمي الشعوب العربيه ونشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن امين الشرميتي، واحد من المهاجمين المميزين جدا في كره القدم التونسيه، نجم المنتخب التونسي والنجم الساحلي ومجموعه من الفرق الكبيره اللي لعب ليها كابتن امين، وما زال حتى الان لاعبا في الدوري الهندي. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، الدوري الهندي يمكن احنا مش متابعين، يمكن احنا مش يعني هو حتى كمان قال لك احنا مش متعودين اصلا على الدوري الهندي، بس الفرقه ديت لعب فيها دييجو فورلان ولعب فيها كمان انيلكا، يعني اسماء هو زي ما بقول لحضرتك اسماء كبيره جدا جدا، وليمبرج كمان لعب في الفرقه ديت. فادينا بنشوف دوريات كتيره ودوريات مختلفه، وانا الحقيقه نفسي في يوم من الايام يبقى عندنا برضو هذه الحاله من حالات الاستقطاب للنجوم. احنا مبسوطين جدا كمان ان احنا الدوري المصري بقى فيه لعيبه كمان الكواليتي بتاعها عالي، وبقى فيه لعيبه مميزه، وطمعانين كمان في اكتر من كده، وطمعانين نشوف لعيبه كمان اكتر من كده والكواليتي بتاعهم اكتر من كده كمان في الدوري المصري. بعد الفاصل السريع العالمي اللي جاي ده خلونا نتكلم شويه في اخبار عالميه واوروبيه، خليكم معانا.